جمعية تنمية التعاون المدرسي في شخصها سي سعيد غنام. شكراً لجميع المسؤولين بالعرائش اللي اتاحتنا الفرصة من أجل أننا نقدموها العرض المسرحي أمام الجمهور العرائشي الراحل. مدرسة عبد الله المول تشكركم بزاف بزاف على هذا المجهود الكبير صراحة، ونتمنى أن نتمنى شكرا لتدعينا شكرا بزاف المال شكرا لك شكرا لنا شكرا الشخص يعني اللي دعمنا واللي شجعنا مديرنا السي عبد الطيف الدولي.